بالنسبة اللي قيمته نص مليون اللي لبعض الناس ما هو متاحي، جايب مورد من وكالات صهيون، جاين من المشرق وذيك النواحي، زوله اليد الرجع جابه من ديار الصباح. الله الله، فالكم التوفيق يا عيال بنت غيثر، والمركز الأول إن شاء الله. ما هو بعنصرية والعتيبة عامة الفوز، لكن كل قبيلة فيها حقها من رجالها، وكل يبع عيال عمه الأول. الله يوفقكم جميعا، كان ودنا نشارك ونبارك ونحضر لو ما أخذنا المركز الأول، شيني نومس، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، والخير فيكم واللي راحوا يسدون، وإن شاء الله أننا بنعوضكم في المقبلات. متوجهين بإذن الله إلى القصيم يا جماعة الخير، العرب راحوا قطاعين، اللي ركب طائرات واللي سيارات، ويلا اللي شوفني أنا والمقصب هذا يقول وش هالوليدة، وش هذا اللي لا دخل في مشكلة حلها، أدروا أني جي أصلحها وحوسها. والله ما أدري من أروح مع أي خط، بغيت أروح على العمق وعلى الحناكية وعلى طريق المدينة وأطلع على طريق القصيم مع السري. قلت من هنا أهذب على عفيف على مسك الضرية، وأنا ذل من العجاج الموتر ما لبست زقمه وأشيلها، وخابرين سفوات تشفي من ورا ظلم، ويا بالله يدبر ويختار اللي فيها الخير. اللي تشوفونه مناسب علموني فيه يا الربع، يمكنكم مشيتوها الفترة من سنة وجاي بكثرة، وأنا مبطي ما مشيت الخطوط. قول لك أنا ماني فاضل لك، غير أحسن لك. الله هنيك على تفكيرك يا أخي، وش التفكير يا أخي، أنت تصلح محلي صدقني راح تحل مشاكل المجتمع كله. لا يا شيخ شريب 500 ما أقدر أركب عازل ب3000 أخي، والله ما أدري وش أقول لك صراحة، بس أنا ماني مقتنع في تركيب العازل، أحس إنه ماشي وراك، كل شوي تعززه وكل شوي تلمعه وكل شوي تشيله، وإلا جيت تشيله ما يعطونك ضمان على الشبك، ومشكلة تطفي لمعته. هذا مقصدي، ولا تركيب أعرف محله وأدري وأنا ركبه، ولا بحد يركبيني. استفكيرك بيرفكت. أحتر أخويا يطلعون وبعلمكم ليش حنا رايحين للقصيم، والله ما غير سجة يا النشام. العام الماضي يمكن تذكرون يوم رحنا وخيمنا بين سامودة ورفحة في ربيع مجازين، بس خذلتنا الشبكة ما قدرنا نصور سنابات، ما فيه إرسال. السنة هذه رايحين الرجل الأعمال والمعروف والنشمي والشنار والنار، بندر الحربي يا جماعة الخير، الصاحب اللي مثل بندر محله مكمله ومجمله للمواجيب، باب مطاني خلني شامة تدلهم شرع عن باب على العز والطيب. حي الله يعزكم ولا يعز عليكم يا جماعة الخير. المهم نبروح فعاليات وناسة وتخييم وبر وشبة نار وعلوم رجال، والله يجملنا معكم، ونحب القصيم ونحب أهل القصيم. طط أركب أركب أبو فارس يا خوي يلخب. يا هلا يا هلا. يقول راكب اللي تطرد بويته مثل السراب، ودوب لوحاته بالأرقام فيه مسمرة، حامل حساس تنبيه ضد الاقتراب، رغمة العصفور ولا هزيجة الحمرة، مركب اللي قيمته ما لها عنده حساب، يدري ان ايام عمره ما يبي معمر. حي حياك الله يا ابو فارس، يا مرحبا ومسهلا. حط ثيابك، حطها بس انا يدري ان ايام عمره ما يبي معمر. حي حياك الله يا ابو فارس، يا مرحبا ومسهلا. حط ثيابك، حطها بس انا بنكويها قدام، خلها تقرفط ولا علاق. انا كويها وخسران عليك، تشيل شاحن في الطياره. هلا يا ابو نايف. هلا يا هلا براع الشرقيه. يا هلا والله. مستعد يا امير الرحله؟ مستعدين ان شاء الله، ونسال الله ان تكون رحلتكم طيبه. الله يا طيبه ان شاء الله. اول شيء لا تعبت يا ابو نايف، والله يحييك، والرحلات معك كلها اصلا تصير في السنبتيك ان شاء الله. انا 5 نجوم ان شاء الله يا ابو نايف، ان شاء الله. بعد وجودكم مهم انتم، لا لا بد يا ابو نايف، العمود الفقري للرحلة انت، الجسم كله. اركب اركبك حلال، اركب. بسم الله توكلنا على الله. هلا يا ابو عقاب حياك الله، هلا بالمشغل الذاتي للرحلة. مرحبا حياك الله. اذا تتسوق يا ابو عقاب؟ لا ما لازم انت تسواق معي. والله اي ما تراني ما ادري ان هذا ولا ما يسوق زيك احد، لازم نبهني يا ابو عقاب انت. لا ما عليك، انا معك. توكلنا على الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نايف لو سمحت الكوت البشت هذا، انا شاري غالي وهذا ما شاء الله. اي والله يعني تبيني افحصه ولا لا ما قدرت، المشكله قالها يا ابو نايف.
لا تقدر. أما قدرت تلم من أظهري. بإذن الله تقدر وأنت إن شاء الله قد عبد. إن شاء الله يا أبونا. بس وكل الله بس. مرة أنا محتزم بك على الباب الأيمن في كل شيء. أزهل أزهل. متعنا متع الصالحين. وفقك الله وراك.